يا مساء الهنا والسعادة، يا مساء كل حاجة حلوة، يا مساء الفل، يا مساء الياسمين، يا مساء كل حاجة حلوة من كل الناس وكل جمهور برنامج التحدي. بجد أنا مبسوط جدا 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 بالبرنامج الجميل، لأن كل الناس بعد البرنامج بشوف مكالمات حلوة، بشوف رأي الناس مبسوطة بالبرنامج، بهدف البرنامج لتوصيل صوت كل واحد عايز يوصل صوته من خلال برنامج التحدي. النهارده هنتكلم برضه، حلقتنا النهارده هتكون حلقه عن المواهب، اكتشاف المواهب، وان شاء الله هتكون حلقه جميله، حلقه ممتعه زي ما حضراتكم متعودين معانا، ودايما ان شاء الله بنكون عند حسن ظن الجميع. النهارده ان شاء الله هيكون معانا المؤلف الغنائي الاستاذ علي السوري، وهيكون معانا ايضا الشاعره الجميله رضوى فاضل. تعالوا طبعا نروح ونرحب بضيوفنا الكرام. الاستاذ علي، اهلا وسهلا بيك. اهلا وسهلا بحضرتك، شرفتنا ونورتنا، ربنا يخليك يا رب. ربنا يخليك. والشعره الجميله رضوى فاضل نورتنا وشرفتنا. اهلا وسهلا بحضرتك. استاذ علي، عايزينك بقى ايه نعرف المشاهدين مين علي السوري واهدافه ايه وطموحاته. تمام. انا طبعا عمري 19 سنه، فمن صغر يعني من 2015 كده كنت يعني حسيت بنفسي ان انا فيها موهبه، ان انا احب اكتب الاغاني على طول. فاغلب اوقاتي يعني على طول بحب اكتب اغاني. تمام. في اي وقت بكون فاضي فيه، وقت فراغ، بحب اكتب يعني على طول، ما احبش ادخل النت ولا الكلام دوت خالص. تمام. النت يعني النت ده بالنسبه لي كان شعاده خالص، اهم حاجه عندي يكون معايا الورقه والقلم، احب اكتب على طول يعني. تمام. انا طبعا من المنيا، مركز دير مواس، محافظه المنيا. اهلا وسهلا بيك. ربنا يخليك. والشعره الجميله رضوى فاضل بقى، عرفينا بنفسك كده وعرفي المشاهدين كده مين رضوى فاضل. انا عندي 16 سنه، معهد ابو حمده في الازهر. ما كنتش عارف ان عندي موهبه لحد ما المدرسه عندنا عملت مسابقه، فاشتركت في المسابقه، قلت اجرب، فدخلت حفظت قصيده وقلتها كويس، بس ما حلفنيش الحظ ساعتها. بعد كده رحت الثانوي بقى، ودخلت المسابقه، خدت مركز اول على المدرسه، وخدت مركز اول على القطاع، وخدت مركز تاني على البحيره بس. وبحب الشعر جدا، ونفسي ان شاء الله اكون شاعره كبيره لما اكبر ان شاء الله. ربنا يوفقك ان شاء الله من خلال برنامج التحدي طبعا. ان شاء الله. طيب، عايزين نعرف بقى النهارده محضرنا ايه جميل كده، وعايزين بقى نبهر الجمهور كده برضوى فاضل بنت محافظه البحيره بقى، عايزين نشوف ان شاء الله. في قصيده اسمها قصيده احترامي. تمام. احترامي للعيون السهره في حضن البلاد، للايدين اللي تطبطب على الولاد، هو اخويا اللي ما سابش المعركه، اللي عمره ما كل ابدا واشتكى، اللي متحمل جراحه، الدموع من قلبه كانت تحضن سلاحه، بس عمره ما يوم بكى، اللي شال المسؤوليه. كان بيحلم ليك وليا، اللي كان ماسك ايديا لما كنت في يوم بقع، اللي كان قد الوجع، اللي يستاهل سلامي وابتسامي، اقصى ايات احترامي للي دفعولنا الثمن، اللي عمره في يوم ما باعني، اللي وقت الشده سعني، احترامي ليكوا يعني، احترامي للوطن. التاريخ 4 سنين من وقتنا، والجو برد، شجر الرصيف شاهد على حلم الولد، كان النهار بيعدنا ومسكنا بعض، ازاي شافونا 2 وغلطوا في العدد، انا وانت واحد، انا وانت واحد، كلنا نفس الطريق، جندي مجند هو نفسه اللي اتسند على اخوه، وقال اقسم باني يا ناس بريء من دم اخويا اللي في ايدي، دم انا، ما تصدقوش اللي يقولوا عليا ايه، انا كنت شايله فوق كتافا منحنى، وفي عز احساس الالم قلبي دري، والناس عينيها في كل لحظه بتسالك، واصابع التهمه اللي بتشاور عليك، واخوك بيهتف بالقصاص، وقصاد عينيك بينادي موتك قصده انه يسمعك، فلان بسطت يديك شكرا قاتلي، انا لست اعتزم قتالا لاقتلك، اني بريء من دماك، وانني اخشى عليك الموت، كفف ادمعك، ولئن اتوا بالمال والعيش الهني، فاقتل اخاك، فقلت اني حارسك، فالموت اهون ان اراك تهينني، والقيد ملء يديك أدمى معصمك، ولئن أتوا بالعمر فالله الغني، ولهدم بيت الله أهون من دمك. عدت سنة وجابت سنة،
أربع سنين وأنا لسه باقي على الأمل وعلى الوعود. من غيري مين في الدنيا دي يحصد بإيد الشوك عشان تطرح ورود؟ يصعب عليا إن كنت تعبان أو حزين، في عين تشوفك وعين بتحرس على الحدود. اللي كذب كدبة ملوش رجلين، وعدونا واحد مازال موجود من أول الشهداء في كنيسة القديسين ولحد آخر حتى شايفينكم شهود. ملعونة دنيا بيقتلوا فيها القتيل، وبيمشوا يبكوا في الجنازة العدل غاب، ويهمونا إن الشرطة سبب اللي احنا فيه، والقمع والتعذيب وتسخين الشباب، والانفلات الأمني ناكل عيش عليه وننفذ الخطة ما الكتاب، ويهمونا إن شرطتنا يا بيه عالم ضعيفة وفاضية أشبه بالسراب، وإحنا النهار وقت ما كانوا هم ليل. كانت إيدينا رحمة ويردوا بعذاب، كنا الشجاعة في وش أدخم مستحيل، كنا بنحمي كنا حاضرين في الغياب. الصورة كانت مش واضحة مليانة ضباب، ندهت علينا مصر قالت انتباه، رجلي كانت في الأرض راسي في السحاب، إحنا فداكي ضد أعداء الحياة. معقولة يعني بقتلي راح تكسب ثواب؟ من إمتى كان إبليس بيدعو للصلاة؟ من إمتى كان بيهزنا نبح الكلاب؟ ما تصدقوش اللي بيدخل يوم ما بينا، والله على الباغي كده تدور الدواير، بجيش وشرطة وشعب وقت الشدة ساير. والله عيدكم هو عيدنا، 25 من الشهور اكتب يناير. حاجة جميلة جدا، الله ربنا يوفقك يا رب ان شاء الله. ربنا يخلي حضرتك. عايزين نعرف بقى علي بقى محضر لنا ايه، على السوري بقى محضر لنا ايه كده برضو. والله انا محضر لحضراتكم والجماعة المشاهدين الان اغنية كده كلاسيك، يا رب تعجبكم. بس طيب تمام، نسمع ان شاء الله. حاجات كتير حسيت بيها وفي بعضك انت بخبيها، حاجات كتير حسيت بيها وفي بعضك انت بخبيها، قدام العالم فرحان احزاني خنقان وبدريها. حاجات كتير حسيت بيها وفي بعضك انت بخبيها، قدام العالم فرحان احزني خنقان وبدريها. بتكوني قدام قصاد عيني تحلى ايامي وسنيني، بتكوني قدام قصاد عيني تحلى ايامي وسنيني، وبكون سعيد من قلبي اجمل لحظة عشتنا بيها، اجمل لحظة عشتنا بيها. صبرت كتير وانا بستناكي، وقلب وعين وروحي معاكي، صبرت كتير وانا بستناكي، وقلب وعين وروحي معاكي، وعارف انك اكيد مش ليا، وعارف انك اكيد مش ليا، بس اعمل ايه مش قادر انساكي، ده انا كل يوم بفكر فيكي، ابيع العالم واشتريكي، ده انا كل يوم بفكر فيكي، ابيع العالم واشتريكي، لو تطلب عمري عمري ليكي، ده انت عينيا اللي بشوف بيها، يا وردة بستانك روحي لحبيبتي بعترك فوحي، يا وردة بستانك روحي لحبيبتي بعترك روحي. قولي لها كان نفسه فيكي، واحكي لها كمان ظروفي، دموعي بتجرح عينيا ومين في الدنيا عالم بيا، دموعي بتجرح عينيا ومين في الدنيا عالم بيا، ماليش غير ربي ثم هي، ده هي عينيا اللي بشوف بيها، وحاجات كتير حسيت بيها وفي بعضك انت بخبيها، قدام العالم فرحان احزني خنقان وبدريها. بتكوني قدام قصاد عيني تحلى ايامي وسنيني، وبكون سعيد من قلبي اجمل لحظة عشتنا بيها، دي اجمل لحظة عشتنا بيها. شكرا. بسم الله ما شاء الله، جميل جدا، ربنا يوفقك. ربنا يخليك كده، وان شاء الله تكون حاجة جميلة جدا. ربنا يخليك. برضه بقى عايزين نعرف انت بقى اكتشفت بقى نفسك ان انت عندك موهبة كتابة الشعر، ومين ساعدك بقى ان انت على المرحله اللي فاتت ديت والحاجات الحلوه دي؟ انا لما عرفت اني بعرف اكتب شعر كان في اولى ثانوي حاليا،
طبعا كان في مدرسه اسمها مس الهام، طبعا ساعدتني جدا. كان في استاذ محمد مظهر ساعدني جدا في الكتابه، كنت بروح له بكتاباتي وبيعدلها لي. في استاذ مختار كنت بروح قصر الثقافه بتاع البحيره كفر الدوار، كلهم رحبوا جدا بالموهبه وكلهم ساعدوني جدا، وطبعا بقدم لهم شكري من خلال البرنامج. شكرا جدا جدا لاي حد ساهم في موهبتي، وبالذات بابا كان دايما ما بيعرضنيش في حاجه، واهلي كمان وامي كلهم ساعدوني، وما فيش حد وقف ضدي ابدا، كلهم كانوا معايا يعني، كانوا معايا ان هم يكملوا مشواري معايا يعني. ان شاء الله ربنا يوفقك كده، واحنا بنقدم تحيه لكل اي حد ساعد رضوى ان شاء الله. عايزين نعرف برضه في ايه محضرنا ايه تاني برضه؟ في قصيده بحبها جدا اسمها طبعا ما صليتش العشاء. تمام. كل الدكاتره جالولي بخير، ما عندهاش ولا اي حاجه ولا حتى محتاجه لدواء. ما انتوا عارفين شهر مارس والهوا شوية برد ما يستاهلوش، والسن برضه ما تنساهوش. أول مرة أشوف حبيبتي بتتوجع وبتتلوي، وأنا عارف أمي ما تشتكيش غير من الجوي. عجزت ياما وشاخ جريدك، ده انت لسه ماسحة الشجابيدك. عجزتي فجأة، ده احنا كل جمعة نبوس ايديكي عشان توضي بشجتك وتقولي لا. عجزتي فجأة ومالك بيضتي ليه؟ لك حتى بودرة، مش كنت زي ياما سمرة؟ الدكاترة مش بيقولوا حاجة بينا، وانا قلبي متوغوش وحاسس ان امي فيها ان ما لو ما فيهاش شيء نجلج عليه. حجزوها ليه؟ أول مرة أحس دماغي بتشجج وتفكيري بيعمل صوت، ما فكرتش ولا جه في بالي ساعتها بإنه الموت. رسمت الضحكة على وشي وبزيادة، دخلت عليها عارفاني ما أنا الكذاب كالعادة. ومين يكفشني غير أمي اللي خبزاني وعجناني وخلع بيدها أسناني، ففهمت بس من صوتي انها شهاده وشهدت يجي 100 مره. ساعتها كل احساس اللي كان مكبوت طلع بره، وهاجت ذكريات عبت عيني دموع، واحساس الطريق اللي ملهش رجوع. حاولت اخدعها واستهبل، بجالك عمري بتمثل وهي معيشاك في الدور، وصدقت انها بتتخم. يا راجل خلي عندك دم، دي حافظة عنيك وتقطيعك وتهتهتك وألعيبك. مش هاين عليك الويل، عايزها منين تجيب لك حيل عشان ما يبانش في عينيها العذاب والهم. يا راجل خلي عندك دم، كانت بصالي بعينيها السنين بتفوت، وجوايا الكلام من كتره عدى سكوت. كان نفسي أقول ندمان، اقول خجلان، اقول لك ان يا بحبك حب مش معقول. معرفتش ساعتها الحلق كان مكفول، لكن القلب كان مفروض على قلبك، وكان بيقول بحق حروف ايات الله اللي حافظها على يدك. ومن ايام ما كنت بعد على يدك وعلى عدك، وفرحه خد يا وهو نايم على خدك، وقسما باللي جام حدي وجام حدك ما حبيت في الوجود جدك. جاي دلوقتي تتنغوش، بتستعجل في ساعة الموت وتتلهوج، ما بنحسش بقيمة الثانية غير بعدين، وتسرقنا الحياة ما نفوقش غير والموت مبكي العين. يا شق القلب ومسافرة خددني الغربة من حضنك سنين كافرة. أنا آسف نسيت نفسي، قالولي الغربة بتعلم دروس وحياة، وإن الغربة يا مايا دي توج ونجاة أتاريها حزام. أنا آسف معادنا ياما في الآخرة، خلاص خلينا للآخرة. هي الدنيا يا ياما حق منهتة ومعافرة، خلاص خلينا للآخرة، حتى تكوني محلوة وعليك العين،
ووريكي العيال يما بيجم بالتين. وجبت الواد يا ستي عشان ما تتضايقيش، هوصيهم هوصيهم خلاص يما ما تخنقينيش. افراد العيله المدهشه دي تعليمات جدتكم المفتشه، ممنوع تناموا في اي يوم اي يوم قبل ما تصلوا العشاء. شكرا. بسم الله ما شاء الله، جميل جدا، ربنا يوفقك يا رب. لا بجد حاجه جميله، وطبعا اكيد المشاهدين كلهم بيستمتعوا معانا كده باللقاء الشعري الجميل ده. استاذ علي بقى، عايزين نعرف امتى اكتشفت نفسك ان انت حاسس ان انت ممكن ان انت تالف اغاني وتكتب اغاني وكده، وهل الاغاني بتاعتك لو حد طلب منك حاجه اي حاجه بتعملها له، مثلا شعبي رومانسي موال؟ عايزين نعرف برضه نوضح للمشاهدين. طبعا انا والله في الاول في 2015 كده كنت على طول يعني اكتب اغاني، فكنت بسمعها لاصحابي، يعني كلهم بيقولوا عادي، لا فكك منها، لا ملهاش لازمه، مش جميله ولا حاجه، بس كنت بسمعها لناس تاني يعني فاهمه في في الشعر والكتابه والكلام ده، فكلهم كانوا بيقولوا جميل، بس يعني يا علي مش لازم تقف كده تتفرج على نفسك، لازم تطلع موهبتك ديت، لازم تتصرف تعمل اي حاجه. فان شاء الله يعني ربنا خلاني قابلت حضرتك، وانت اصررت طبعا انك تعمل معايا برنامج كده، فبصراحه يعني فقلت خلاص يعني انت حضرتك اديتني الثقه يعني. ان شاء الله ربنا يكرمك، ان شاء الله نخلي برنامج التحدي ان شاء الله. ربنا طيب خليك. محضرين ايه بقى يا انسامه؟ في حاجه كده عجباني، يا رب تعجبكم يا رب. ان شاء الله. شفايفك وخدودك من لون العناب، رمشك وعيونك خلوا القلب داب. شفايفك وخدودك من لون العناب، رمشك وعيونك خلوا القلب داب. يمكن غصب عني انا، يمكن غصب عني ما عملت حساب، سألت الناس عليك قالوا دوا بقلوب. يا حبيبة حرام عليك، يا حبيبة حرام عليك، حبك قدر مكتوب. اسأل الناس عليا واسأل كمان عيني، يا حبيبي مش بدي ده انا قلبي داب داب. حبيبي انت بدري منور، نورت كل الكون، وانا مستحيل اتصور انك لغيري تكون. حبيبي انت بدري منور، نورت كل الكون، وانا مستحيل اتصور انك لغيري تكون. انت في جمالك مين ده انا عشقك بقالي سنين، انت في جمالك مين ده انا عشقك بقالي سنين. لو كتبت عن العين محتاج مليون كتاب. شكرا. لا بسم الله ما شاء الله، جميل جدا، ربنا يخليك. حاجه جميله والله، ان شاء الله ربنا يوفقك ان شاء الله، وحاول بقى ان انت يعني ايه خليك قد تحدي كده، وخليك يعني قد طموحك. اي حد يكلمك يقول لك لا مش عارف ايه الكلام ده، لا طبعا هو مفيش حد عارف مصلحته تاني فين، فانت خليك قد شوف طموحاتك فين وشوف احلامك، وحاول ان انت تكملها ان شاء الله، وربنا هيكرمك ان شاء الله. وبرضه من خلال البرنامج طبعا علي السوري مؤلف الغناي، اي حد طبعا من المطربين حابب ان هو يكتب له اغنيه ولا حاجه، هو طبعا موجود معانا، تواصلوا معانا وان شاء الله هنوصلكم بالاستاذ علي. رضوى احنا عايزين نستمتع النهارده، عايزين نستمتع النهارده بقى، محضرنا ايه تاني؟ عشان طبعا اكيد اهل البحيره كلهم النهارده بيسمعونا، مش البحيره بس، ده الوطن العربي كله. في قصيده عن الوحده الوطنيه، في ناس كتير بتفرق معاها المسلم والمسيحي، فممكن من خلال الرساله دي ان احنا كلنا واحد، مصر كلها واحده، مش فارقه مسلم ولا مسيحي. طيب احنا عايزين حاجه بس برضه يعني في حدود دقيقتين كده ولا حاجه. تمام. انا اتربيت حيطان البيت عليها آية الكرسي، وصورة العذراء جنبيها، وكانت هي دي العيشة، عشقت السيدة مريم وبرضو السيدة عائشة، عرفت الحب في كنيسة وزرت السيدة نفيسة، ويوم الجمعة كان سيدنا بيملى بالسلام ايدنا، ويوم الحد كان ابونا بيحكي عن اللي حربونا بأغراض وحشة ودفينة، وكان رده وطننا مش نعيش جواه، ده هو اللي يعيش فينا، وفي الفصل وعلى الدكة يوماتي بنقسم الضحكة، ونادي صاحبي يا حنة يا ريت لو بس تستنى نروح كلنا مع بعض. مشينا بنفسها الشنطة ونفس المريالة الكاكي، ولما بلدنا تندهنا صرخنا كلنا فداكي، ويوم الحرب كان جنبي
وكان سندي وظهره كأنه كان ظهري، وصوته لما يندهلي برغم البعد واصلي، وكان واقف بيحميني وأنا بصلي. بدأت صلاتي بالفتحة، بدأها هو باسم الرب، وكان واصل ما بينا دير، وكان جامع ما بينا خير، وكان فاضل ما بينا حب، وفضلت مصر حضنانا بسر الفتحة والقداس. وفجأة ظهر وسطينا بشر يشبه لتكويننا، لكن هما ما هماش ناس، طيور في الضلمة بتعشش تخاف لما يجينا نهار. جدارنا صلب متماسك وحاولوا يكسروك يا جدار، وبين راهب وبين ناسك، أنا أهلك أنا ناسك، أنا مثبت أنا ماسك، أنا في ظهرك وإحساسك، أنا ضد اليوم داسك وضد الخونة والأشرار. قال إحنا هندخل جنة وكل الباقي دول في النار، مفيش لا عقل ولا تفكير، دعاة الضلمة والتكفير قلوبهم كالحجارة أشد، وكل ما نبني حاجة تفيد بتيجي ألف إيد وتهد، وكل ما نطفي نار للفتنة بيحاولوا يصحوها، ومين المستفيد لما يضيع فرحة اللمة؟ ياخدنا غصب على الضلمة يا بلدي بينا يأذيكي، لكن كدهم على نحرهم مسرهم يرجعوا كحرهم مدام القلب شاريكي. بناديكي بناديكي يا أم النور تباركي شعبك المستور بآل البيت، بناديك يا مسيح يا حي تنجينا من اللي جاي، وتحمي الحق من التفريط، حق العيشة والمسكن، وحق اللي يقوم يدن أدان الفجر بكل أدان على المدنة. يا رب احمينا بأولادنا، يا رب احمينا بأولادنا وتحيا مصر، يا رب احمينا بأولادنا وتحيا مصر. شكرا. تحيا مصر، تحيا مصر طبعا. بسم الله ما شاء الله. عايزين بقى، انت قلت قبل الحلقه ان انت محضر لنا مفاجاه. تمام. وما رضيتش تقول المفاجاه، قلت عايز في الحلقه كده تقولها. تمام. فاحنا عايزين نقولها بقى عشان هنختم بيها ان شاء الله. كل الشكر البرنامج التحدي، تحياتي ليكوا من قلبي، كل الشكر لبرنامج التحدي، تحياتي ليكوا من قلبي، وكل شكر لمهندس الأعداد، وكل شكر لمهندس الأعداد، المهندسة بسمة عبد الجواد، وكل شكر لمهندس الأعداد، المهندسة بسمة عبد الجواد، والمهندسة خلود سعد، كلام جميل لحضرتك أنا أخدت وعد، ومنساش كمان الغالي عليا، ومنساش كمان الغالي عليا، المهندسة سالي عطية، لا وكمان هدى عبد الله، لا وكمان هدى عبد الله، مخلصة في عملها ما شاء الله، وهدية وهدية خاصة ومن قلمي للأستاذ الجميل رمضان حلمي. شكرا. بسم الله ما شاء الله، جميل جدا. اشكرك، اشكرك على الكلام الجميل ده. ربنا يخليك يا حبيبي، حاجه جميله ان شاء الله، وربنا يوفقك ان شاء الله. بشكرك يا رضوى، وامتعتينا الله وشرفتينا النهارده، وحاجه جميله جدا جدا يعني. ربنا. تحبي تقولي حاجه، كلمه اخيره؟ احب اقول لكل اهلي الف شكر جدا جدا، وكل اللي وقفوا معايا الف شكر، وربنا يخليكم ليا ويدمكم في حياتي يا رب. علي تحبي تقولي كلمه اخيره؟ والف شكر ثواني يا سانش، والف شكر لحضرتك طبعا جدا، لان حضرتك اللي وصلتنا للمرحله دي، الف شكر لحضرتك جدا. ربنا يخليك يا رب ان شاء الله، والتوفيق ان شاء الله. علي، انا اول حاجه بشكر حضرتك طبعا، عشان انت اللي اصريت ان انا اطلع معاك واديتني الثقه الكامله طبعا، وده شرف ليا اولا، وشرف برضو تاني للمحافظه دي، محافظه المنيا، وفي واحد تاني برضو ما ينفعش انساه طبعا، عشان هو الفضل كله عليا، اللي هو خلاني برضو اصريت واداني الثقه، الاستاذ ربيع عبد الناصر من العمريه.
اشكرك جدا يا استاذ عبد الناصر. بنشكركم شكرا جزيلا، وبكده تكون انتهت حلقتنا النهارده، وان شاء الله الاسبوع القادم في حلقات متنوعه ان شاء الله، وان شاء الله يكون معنا مواهب جميله وكله يستمتع ان شاء الله. وكده كنت حلقتنا، والى اللقاء ان شاء الله.